هلا نتطلع في عندي هون هلا equivalent circuit راح اعمل لهذا المشين بشكل عام. هلا اذا كانه بيشتغل كموتور راح يكون عندي هون في فولتج من بطاريه خارجيه. الفولتج من البطاريه الخارجيه او السورس الخارجي بمشي كرنت من هون، والكرنت راح يصير فيه له فولتج دروب على ار اي، وراح يصير له فولتج دروب على ال. ليه؟ امتى راح يصير فيه فولتج دروب؟ في اي حاله؟ في الترانزيت. في الترانزيت في ستيدي ستيت كونديشنز ايش بصير الفولتج دروب على ال؟ شو يعني steady state conditions؟ يعني I ما بتغير، يعني DI على DT zero. وإذا DI على DT zero في inductor قديش الفولتج عبره بتكون؟ zero. هاي بتهم مجموعة الميكاترونيكس لما تشتقوا dynamic model. إذا بدي أشتق transfer function لهذا السيستم من هون ما بقدر أعمل L. أوكي؟ في steady state conditions بفترض إنه هذا غير موجود. أوكي؟ بس dynamic model إذا بدي أشتق dynamic model بدك تطلع transfer function أو state space model بهمك تعرف هاي قديش وقديش قيمتها، رح تأثر على الترانزينت ريسبونس تبع السيستم، تأثر على السيستم داينامكس. فعندي هون اي اندوست، واي اندوست قلنا هون في عندنا العلاقه اللي هي كي في اوميجا في فاي. كي في اوميجا في فاي رح تعطيني الاي اندوست هون سواء كان موتور او جنريتر. اذا كانه جنريتر رح يصير العكس، رح عندي برايم موفر، والبرايم موفر رح يعطيني تورك، رح يمشي هذا السيستم على يعطيه تورك، رح يشيل على سرعه معينه، رح يتحول هذا لجنريتر وهذا للود، هذا رح يتحول لسورس وهذا رح يتحول للود. الكرنت اتجاهه رح يصير يمشي بهذا الاتجاه من هون، عندي هون صار هذا جنريتر. هون عندي الفيلد سيركت، انا هون حاطط النوع اللي هو سيبرتلي اكسايتد، سيبرتلي اكسايتد، مش لازم اعمل اكسايتيشن؟ بأي حالة لازم اعمل اكسايتيشن؟ بأي حالة من البول؟ أي نوع من البول؟ أحسنت، الكترومغنت، لأنه بحالة البيرمنت ماجنت هاي كلها الدائرة ما بحتاجها. أوكي تمام، بس بحالة الالكترومغنت، حتى الالكترومغنت لازم يكون عندي اكسايتيشن، بهاي الحالة بنسميه سيبرتلي اكسايتد. يعني في دائرة كهربائية منفصلة تماما عن الدائرة الأصلية هي اللي بتعمل اكسايتيشن. الكرنت اللي بمر هون بسميه اي سب اف، من اف من فيلد. وعندي كمان ار فيلد. وعندي كمان ال فيلد. وال فيلد نفس الشيء، إذا الفيلد كرنت ما عم بتغير شو بقدر أعمل بال فيلد؟ بهملها تماما، لأنه الفولتج دروب عبر رح يكون زيرو. لكن إذا بدي أشتق ترانزيانت ريسبونس، بدي اشتق ستيت سبيس موديل او دايناميك موديل لهذا السيستم، وصرت انا بدي اصير اغير الفيلد واشوف تاثير الفيلد ايش بياثر عماله على السرعه وعلى التورك، لازم اخذ ال اف بعين الاعتبار واحسبها اقيسها. طبعا عندي هون عندي ار اف وال اف، وهون الحقيقه لازم انا ارسم ايديال كويل، ما الوش اندكتنس بس هو اللي بيعمل الاكسايتيشن. هذا وبزيد الفيلد كل ما زدت اي اف. اي اف شو راح يولد لي في هذا الكويل؟ ايش راح يتحول لايش؟ هو راح يعطيني الام ام اف، مش هيك؟ والام ام اف راح يعطيني ماجنتيك فلوكس، بس العلاقه بينهم نون لين. اوكي ماشي متذكرين؟ هاي العلاقه بين الام ام اف الماجنتوموتيف فورس ان امبير تيرمز وفاي اللي بتتكون عندي في هذا السيستم ان ايش؟ ويبر. اوكي هاي العلاقه مش لينير، مش هيك؟ متذكرين؟ وبصير عندي ساتوريشن، مشاكل الساتوريشن هيستريسيس، بس هون عندي مشكله هيستريسيس اقل لاني راح اعمل اكسايتيشن واضل عند نقطه معينه، مش زي ترانسفورمر بضل اعكس. اوكي طيب هاي لو بدنا نكتب الان الايكويشن تبعتها بالحاله العامه، راح يكون عندي هون بي، راح احطها سمول، نفترضها اول شيء فانكشن اوف تايم، بعدين راح احولها ستيدي ستيت، راح تساوي اي اي اوف تي مضروبه في ار اي. ليش ار اي حطيتها كابيتال هون؟ كاني عمالي بقول انه ار اي ايش؟ ثابته تمام ما بتتغير، بس اي اي انستنتينيوس فاليو، هون كاني عمالي باخذ متغير. زائد ايش لازم اضرب؟ دي اي اي على دي تي في مين؟ في ال اي زائد اي انديوس، اذا بدك تحط انديوس فانكشن اوف تايم. هلا اذا فرضنا على ستيدي ستيت كونديشن شو بصير عندي؟ في بي بيساوي اي اي ار اي، خلص مباشره على ستيدي ستيت كونديشن صارت دي اي على دي تي، ولا ال اللي صارت زيرو؟ مين اللي صار زيرو؟ دي اي على دي تي بصير زيرو، زائد عندي اذا بدك تحطها حطها اذا حبيت كابيتال اي انديوس، بس اي انديوس شو بتساوي؟ تساوي كي في باي. اوكي هاي معادله مهمه. طبعا فاي هون على ايش بتعتمد؟ هي فانكشن اوف اي اف، فاذا ضاعفت اي اف وكنت بالثاني في اللينير ريجن ايش راح يصير بفاي؟ راح تضاعف. هاي اهم معادله، اهم معادله لازم تعرفوها للدي سي ماشينز.
معادلة بتوصف العلاقات ما بين. هلا نتطلع على converted power. رح نسمي إشي اسمه converted power. Converted power يعني converted from electrical to mechanical. إذا كانه موتور طبعاً والعكس. فالconverted power هي الباور اللي بعملها conversion بعد ما أتغلب على losses. عندي losses هون. إيش losses الموجودة هون مثلاً؟ هذول إيش نسميناهم؟ كوبر لوسز. تمام ممتاز. اللي هي اي سكوير ار. شو كمان في عندي لوسز هون راح تصير؟ راح يصير عندي في فيلد لوسز في الريزستور اللي هون. بعدين عندي ادي كارنت وهيستريسيس لوسز راح يصير عندي. كمان ايش في عندي لوسز ثاني في المشين هاي راح تصير؟ ميكانيكال لوسز. مش هيك؟ اللي هي ايش نوعها؟ ايش نوع الميكانيكال لوسز راح تصير؟ فريكشن. وايش؟ فريكشن ويندج. ايش وقفت؟ لا 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 فريكشن ويندج. الفريكشن واضحه مش هيك؟ شو بتتوقعوا نوع الفريكشن اللي موجود هون؟ كولوم. في ناس بحب يحطوا فيسكس. ما في شيء واضح لهذا. اوكي ايش الكولوم فريكشن؟ كونستانت اندبندنت اوف لود. الفيسكس فريكشن بروبورشنال تو فيلوسيتي سبيد تو فيلوسيتي. اوكي في موديل هيك وفي موديل هيك. في ناس بحب يعتبر خلص انه هو كولوم فريكشن اتس دراي فريكشن. الفيسكس فريكشن كانه عندي طبقة رقيقة جدا من الفلويد ما بين سطحين. هاي بتكون الفيسكس فريكشن بتتناسب مع its proportional to speed. اوكي طيب راح افترض الان الكونفيرتد الكتريكال باور هي الباور اللي هي عبارة عن E induced في IA. مش هذه باور؟ مش هاي وحدتها باور؟ وهي بتمثل الانبوت الكتريكال باور للمحرك اللي تحولت بعد ما تخلصت من اللوسز الموجودة هون. فراح افترض انه E P converted بتساوي حطها كابيتال كأنها steady state E induced في IA وهي وحدتها واتس. مظبوط. لكن انا بعتبر قبل ما اخسر الفريكشن والهاي في عندي ميكانيكال باور افيلبل ات شافت. مظبوط. قبل ما اطرح منها الفريكشن والويندج. الويندج هي عباره عن نوع من مقاومه الهواء. نون لينير ويندج من ويند. ويندج لما بالمحرك بلف مش بس الفريكشن بواجهه بيقاومه ايش؟ الهواء اللي موجود في داخل الهاي. وهذا مكان محصور ففي عندي مقاومه للهواء بتصير وبتتربع بتتناسب مع مربع السرعه. مثلا عندي هلا هون هاي راح تصير تاو. تاو اذا بدكم سميها induced. خلينا نسميها تاو induced available. لسه راح ينطرح من تاو الفريكشن والويندج وستري لوسز ثانيه مضروبه في ايش لازم تكون؟ هاي معادله مهمه لان هاي بتقول لي الكونفيرتد باور. الكونفيرتد الكتريكال باور اعتبرتها اي induced اي اي. الكونفيرتد ميكانيكال باور افيلبل ات ذا شافت قبل ما ينطرح منها الفريكشن والويندج والاشياء الثانيه حتى تصير افيلبل لواحد خارجي يستعملها هو هادي من هون. هلا اي انديوس راح احط محلها كي فاي اوميجا في اي اي تساوي تي انديوس في اوميجا. اوميجا اشطب مع اوميجا شو بصير عندي؟ تاو بيساوي كي فاي اي اي فاي. فهاي الكي هي نفسها كي اللي موجوده. مظبوط. كي اللي بتعبر عن الكي اللي بتعطيني يعني هون كانه عمالنا بنقول انه اي انديوست بتساوي كي في اوميجا في فاي وتاو انديوست بيساوي كي في اي في فاي. احنا بدينا باي كي هون بالمعادله حطينا اي كي اللي حطيناها تبعت الاي انديوست باي كي انتهينا او نفسها اوكي نفسها واللي هي هاي الموجوده.